باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكمل مع حضراتكم اللي احنا ابتديناه امبارح. امبارح اتكلمنا على أنواع من الخوف الطبيعية أو المطلوبة. النهاردة هنتكلم على أنواع من الخوف الغلط شوي. يعني هنقول إن أول نوع من الخوف اسمه خوف الضعف البشري. أنا بطبيعة البشرية ممكن أتخض، ممكن أخاف، ممكن أضطرب، ما وصلتش لدرجة إيمان القديسين. طب ونبعد بعيد ليه؟ ما ناخد أمثلة. أحد أمثلة خوف الضعف البشري اللي حصل مع القديس بطرس الرسول. إيه اللي حصل مع القديس بطرس؟ خاف، ولما خاف اتسأل 3 مرات وفي ساعة أنكر المسيح 3 مرات. خاف. أوقات الواحد يخاف. أنا ممكن جدا أكون شغالة سكرتيرة فيجي المدير بتاعي متعصب شوية وأنا لسه ما كتبتش الإيميل اللي هو طالبه أو الجواب اللي هو طالبه، فبقول له إيه؟ أقول له كده، أو هو بيسألني يقول لي كتبت الإيميل، فتلاقوني أنا رديت رد تلقائي وقلت له آه يا فندم كتبت الإيميل. الحقيقة أنا ما كتبتش الإيميل. طب أنا كذبت ليه؟ أنا كذبت عشان خفت. أنا أنكرت ليه؟ أنكرت عشان خفت. علشان كده الخوف خطية صعبة قوي قوي. يعني من صعوبتها إن لما جه الكتاب المقدس يكلمنا عن الناس اللي هتخش البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، أو الناس اللي ما يكونش ليهم علاقة بربنا، أول فئة قالها الخائفون. لأن الخوف مش ممكن يخليني أكذب وبس، ده ممكن يخليني أنكر الإيمان لأني خايف على حياتي. يبقى أول نوع من أنواع الخوف اسمه الضعف البشري. وجوه الضعف البشري أقول لكم على حاجة تانية اسمها الفوبيا. يعني إيه الفوبيا؟ ده عبارة عن خوف مرضي شوي. تلاقي في واحد مثلا يخاف من المناطق العالية، يقولك أنا عندي فوبيا المناطق العالية. واحد تاني يقولك أنا عندي فوبيا أو خوف من الأماكن الضيقة، أحس إن مفيش أكسجين وهموت، أو الأسانسيرات. واحد تالت عنده فوبيا مثلا من الدم، لو سمع كلمة الدم دي أو في واحد اتعور والدم بتاعه وقع ممكن يغمى عليه من كتر الخوف والرعب. فخلي بالكم ده جزء في الضعف البشري. إذا كان في ميزة إن أنا فعلا أحس إن أنا ضعيف، لأن أوقات كده من غير مناسبة بحس إن أنا قوي قوي، لكن ده خوف خاطئ وهنشوف علاجه هيكون إزاي بعد كده. يبقى ده أول نوع من أنواع الخوف الخاطئ. في خوف تاني غلط اسمه خوف المبالغة. يعني إيه خوف المبالغة؟ يعني أنا هفترض إن في 4 أمهات وعندهم 4 أولاد في أوضة تانية، وهنخلي كل ولد فيهم يعيط. هنعمل تمثيلية كده إن الولد يعيط. ففي أم بتقول آه ده صوت ابني، يا ترى حصل إيه؟ أقوم أشوفه. وفي واحدة تقول ياه ماله الولد؟ اضطربت شوية. وفي واحدة تلوها قامت والكتب اللي على حجرها وقعتها وراحت معليه صوتها قوي، ابني حبيبي في إيه؟ طب الموضوع أهدى شوية. هي مش عارفة تعمل كنترول لأن رد فعلها مبالغ فيه. ففي أوقات ردود فعل زي لما اتكلمنا على الكورونا، كان في ناس محترسة وفي ناس الحقيقة كانت خايفة لدرجة بشكل إن اللي داخل من على الباب لازم يغير هدومه، يعني يحطوا له طقم جديد هدوم. أنا مش عارف بيغيرها إزاي على بير السلم، لكن أنا وصل لي إن كان في ناس بتغير هدومها قبل ما تخش. طب ما احط كلور واحط مطهر واحط زبرت واغسل ايدي بالصابون كويس، ما كفايه. لا، في ناس الخوف بتاعها مبالغ فيه لدرجه انه بيشل حياتها. يبقى اول خوف اتكلمنا عنه الضعف البشري، تاني خوف هو الخوف المبالغ فيه او حاجه بيسموها اوفر رياكشن، يعني رد الفعل بيبقى مبالغ فيه نتيجه الخوف. اخر نوع من انواع الخوف الغلط اللي هنتكلم عنها النهارده هو الخوف من الناس او الخوف من المفاهيم. يعني ايه؟ يعني واحد يخاف قوي من الحسد، واحد يخاف قوي من الأعمال، واحد يخاف قوي من السحر، لدرجة بقى أنه يؤمن إيمان مطلق بأن الحاجات دي موجودة وبتأذيه. يا حبيبي ده أنت بتتناول، يا حبيبي ده أنت بتتوب، يا حبيبي ده أنت بتقرأ الإنجيل، يا حبيبي الشيطان مالوش سلطان قال على اللي يروح له برجليه. أنت كويس قوي، انت محمي في المسيح، لكن هو ركبه الخوف. يمكن بسبب التربية، يمكن بسبب حوادث الشيطان رتبها فبقى يصدق. فالناس دي مسكينة قوي لانها بتخاف من وهم الحقيقة.
يعني ايه واحد بص على حاجه في البيت عندي واتكسرت؟ كلام الحقيقه يعني غريب قوي. والحاجه الغريبه ان ممكن الناس تكون متعلمه معاها بكالوريوسات وماجستير ودكتوراه وعندها ايمان. الحسد اللي في المسيحيه غير الحسد المتعارف عليه في المجتمع. الحسد اللي عندنا معناه ببساطه ان الانسان بيغير لدرجه انه كاره الخير للانسان اللي قدامه، لكن مش معنى كده ان عنده سلطان على اذيته. يعني احنا خلقنا شبح وبقينا نخاف منه، اسمه الحسد واسمه الاعمال واسمه السحر. الحاجات دي ملهاش اي سلطان على اولاد ربنا. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا النهارده ان ثلاث انواع من الخوف، خوف الضعف البشري والفوبيا، وقلنا النمره 2 الخوف المبالغ فيه، نمره 3 الخوف من المفاهيم المغلوطه والناس اللي حوالينا. لسه الموضوع ليه بقيه، بنعمه ربنا نكمله بكره مع بعض.